بسم الله الرحمن الرحيم. سنة خمسة بجد بجد انتوا وحشتوني، وده اهم امتحان لازم تركزوا معايا جدا جدا جدا، لانه جاي من ايه، من الكنترول، وانا عايزكم تركزوا معايا كويس جدا جدا جدا. يلا بينا يا حبايبي. طيب اول حاجة عجيلي خريطة بالشكل ده، يقول لي واحد مدينة اتخذها البطالمة عاصمة لهم، انه مدينة اللي كانت عاصمة للبطالمة؟ طبعا هنا حبيبتنا الغالية اسكندرية المحافظة بتاعتي. طب اتنين هنا الصحراء ايه، على ايدك اليمين يبقى الصحراء ايه الشرقية. طب ثلاثة بقى، دولة عقدت معها مصر اتفاقية الدفاع المشترك، ايه الدولة اللي مصر عملت معها اتفاقية الدفاع المشترك؟ طبعا السودان. السودان وحبها معبد زاره الاسكندر الاكبر. الاسكندر الاكبر زار المعبد، المعبد ده كان فين؟ كان في واحد ايه، كان في واحد سيوة. طيب خمسة البحر ايه، خمسة البحر ايه؟ طبعا ده البحر الاحمر. البحر ايه الاحمر، بما تفسر اختلاف ملابس المصريين قديما؟ ليه ملابس المصريين ما كانتش كلها شبه بعضها؟ ايه السبب؟ بسبب اختلاف طبقات المجتمع. كان في ناس اغنياء وناس فقراء، فبالتالي الاغنياء بيلبسوا لبس افضل من الفقراء. طيب لما يجي هنا ويقول لي صح ولا غلط، رحب المصريون بالفتح العربي الإسلامي ليخلصهم من حكم الرومان. من حكم ايه؟ الرومان. الكلام ده ايه؟ صواب. ماشي صح. طبعا يزداد انجاب الاطفال في الحضر عن الريف، يعني الاطفال في الحضر اكتر من الاطفال في الريف، يبقى الكلام ده ايه؟ غلط. يساعد الهرم السكاني في تحديد احتياجات الدولة من المدارس. اه طبعا الهرم السكاني بيعرفنا احنا عندنا كم طفل، فبالتالي نبني له كم مدرسة، يبقى الكلام ده ايه؟ صح. طيب تساهم السفارات في تعميق علاقة مصر بالدول الأخرى، يعني السفارات اللي لينا في الدول العربية وفي الدول الأوروبية بتخلينا متواصلين مع بعض وبنحب بعض وبنقضي مصالح بعض. اه الكلام ده صح. اتخذ الملك أمين حطب الرابع القمر، القمر رمز للإله أتون. لا هو مش القمر يا ولاية، هو مين؟ هو الشمس. الهرم السكاني المصري يتسم بالقاعدة العريضة، الكلام ده صحيح، لأن القاعدة فيها الأطفال والمولودين وهم ياما جدا جدا، فبيسمى القاعدة العريضة. طيب وضح أسباب انهيار دولة البطالمة في مصر، يعني ليه دولة البطالمة سقطت؟ إيه هي الأسباب؟ أول حاجة ثورة الشعب المصري ضدهم، الشعب المصري صار ضدهم. اتنين يا ولاد ضعف الملوك بعد بطليموس الثالث، بعد بطليموس الثالث بقى الملوك ايه؟ ضعاف. تمام. ثلاثة يا ولاد تدخل روما في شؤون مصر الداخلية طبعا. طيب هنا لما يقول لي بقى حط بقى ايه، يعني اكمل، صنعت ملابس الشعب قديما من ايه؟ ملابس الشعب كانت اللي هم الناس الفقر، كانت من الكتاب. تمام. يلا، احد العوامل الطبيعيه التي ادت الى تركز السكان في محافظه الوادي والدلتا. ليه بقى في سكان ياما في الوادي والدلتا؟ عشان وفره الميه العذبه. طالما في ميه عذبه يبقى في ارض بتزرع، يبقى في سكان. طيب معبود كان يتولى رئاسه محكمه الموتى، رئيس محكمه الموتى عند المصريين بقى لما يموتوا ما يروحوا لمين؟ لمين؟ عمنا الحاج اوزوريس. ماشي. ينخفض عدد الوفيات في مصر بسبب ايه؟ هو اعداد الناس اللي بتموت في مصر بقت قليله. طبعا احنا نتمنى ان هي تكون قليله خالص. بسبب ايه؟ بسبب طبعا التقدم الطبي. يلا يا شباب اللايك مهم جدا جدا عشان الفيديو ده يوصل لكل حبايبكم. احد مظاهر اهتمام المصريين القدماء بادوات الزينه هو استخدام ايه؟ استخدموا ايه؟ استخدموا طبعا الشعر المستعار، يعني الباروكه. طيب دلل على صحة العبارات الآتية، تنوعت المواد التي استخدمها المصريين القدماء في البناء، يعني المصريين استخدموا في البناء حاجات ياما. زي ايه؟ قال لك عندك بقى الطوب اللبن والحجر الجيري والحجر الرملي والجرانيت. وبكده يا ولاد نكون قد انتهينا. لا لسه في سؤال تاني. هنا بقى هتقارني ما بين قصر الملك وطبعا كبار الكهنه وطبعا العمال. طب قصر الملك كان يتميز بايه؟ بقال انه مزخرف ومتسع، في زينه ياما وواسع. طيب بالنسبه للكهنه
كان يتسم بإيه؟ بمتعدد الحجرات وبه ما خازن للحبوب، يعني في حجرات ياما وفي أماكن عشان يخزن الحبوب. طيب بالنسبة للعمال، قال لك العمال لا كان بسيط تمام، ويتكون من طابق أو اثنين. طب هنا وضح العلاقة بين خشب الأرض والصناعة، إيه اللي بيربط الاتنين ببعض؟ إيه اللي جاب القلعة جنب البحر؟ معلش، الأرض والصناعة، إن خشب الأرض يستخدم في صناعة السفن والأساس. وبكده نكون قد انتهينا، بس أنا عايز أقول لكم على حاجة، أنا عايزكم تتابعوا كل المراجعات اللي على سنة خمسة عشان تبقوا داخلين وأنتم مطمنين وواثقين إن أنتوا هتجيبوا الدرجة النهائية. وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنسنوش، تنسنوش إيه؟ ما تنسنوش دي، ما تنسوش إن أنتم تعملوا لايك وإن أنتم تشيروا الفيديو ده بقدر الإمكان عشان الكل يستفيد. وسلام الله عليكم ورحمة